أخبار الترجي. الرياضي التونسي ممثل كرة القدم التونسية في الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، مباراة الإياب التي ستدور على استاد القاهرة يوم 25 مايو الجاري. الترجي الرياضي التونسي سيسافر يوم الأربعاء على متن طائرة خاصة للقاهرة في برنامج الترجي زوز حصص تدريبية قبل مباراة الإياب، مباراة العودة أمام الفريق المصري. آخر أخبار الترجي، محمد أمين بن حميدة يخضع لفحوصات إضافية اليوم من أجل التأكد من نوعية الإصابة والراحة التي تستوجبها الإصابة، وبنسبة مئوية كبيرة جدا سيكون أبرز المتغيبين، وإن شاء الله الغياب الوحيد بالنسبة لتشكيلة الترجي عن مباراة الإياب. إن شاء الله علاش لا يكون حاضر إن شاء الله محمد أمين بن حميدة، في انتظار طبعا نتيجة الفحوصات الإضافية اللي كما قلت سيخضع لها اليوم اللعب مع الترجي قبل مباراة الإياب. في المقابل، لعلي معلول لعب الأهلي المصري لعب الدولي التونسي خضع اليوم لعملية جراحية ناجحة، والراحة اللي تستوجبها إصابة علي معلول ستكون 6 أشهر، يعني الموسم هذا انتهى بالنسبة للاعبنا الدولي التونسي مع فريق الأهلي المصري. إن شاء الله أكيد عودة سريعة للميادين لعلي معلول.